تعزيزا لسياسات الحد من التلوث والتقليل من الانبعاثات الكربونية. استعرضت النسخة الثانية من ملتقى التنقل الأخضر أحدث الابتكارات والتوجهات الصديقة للبيئة والتي تسهم بشكل مباشر في خفض مستوى التلوث الكربوني الناجم عن قطاع النقل وتحقيق رؤية سلطنة عمان للتنقل الأخضر 2050. في هذه النسخة، في النسخة الثانية كان في مشاركة أوسع من الأخوان في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كان هناك كثير من الخبراء من مختلف أنحاء العالم. مبادرات مهمة كذلك بالشراكة يعني المساهمة الفاعلة من القطاع الخاص المحلي أعلنت اليوم، على سبيل المثال توصيل طلبات الطعام وإلى آخره بالدراجات الكهربائية في حدود مسقط، هذه المبادرة ستبدأ قريبا. كذلك تكاسي الهيدروجين في مطار مسقط التي يعني نتوقع أن تبدأ إن شاء الله في الربع الأول من العام القادم. ختام الملتقى تضمن جلسة حوارية سلطت الضوء على تجارب من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنقل الأخضر، كان أبرزها تعزيز التنقل الأخضر من خلال الممر الأخضر لقطاع النقل البري واستخدام أساليب مشتركة خضراء في الموانئ للشحن الجوي وتخفيض الانبعاثات الكربونية باستخدام حلول بيئية من الطبيعة. طبعا اليوم كان عندنا مشاركة في هذه الورشة للحلقة النقاشية مع الأخوة الزملاء من الدول الأشقاء حول يعني التحديات والمشاريع وكيف احنا اليوم نقدر نتعدى او نقدر نبني بنية تحتية متكاملة لنضمن ان يكون هناك تقدم وتطور في موضوع انتشار المركبات الكهربائية والهجينة وغيرها من المركبات اللي هي تساعد على تقليل الانبعاثات. الحقيقة كانت نقاشات زاخرة وخرجت بمجموعة من النتائج، خلصنا من الخروج بباكورتها من خلال ملتقانا اليوم وورشة العمل المنعقدة يوم أمس، وبحمد الله هذا يعتبر نوع من الخطوات الأولى في سبيل تعزيز أوجه التعاون باتجاه التحول إلى التنقل الأخضر وفق سياسات منسجمة فيما بين دول المجلس بمشيئة الله. كما صاحب حفل الختام معرض لأحدث المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تكريم عدد من المبادرات الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ملتقى التنقل الأخضر الثاني في محافظة ظفار جاء لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في التقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الصفري. شريف بن سعيد بيت سليم، ولاية صلالة، محافظة ظفار.